الفساد في الصحراء هو سبب الانفصال، الفساد في الصحراء، الفساد السياسي يقول هو هدية للبوليساريو لكي تتمتع به. بوليساريو تضرب المغرب الآن في الأمم المتحدة بسبب فساد وزارة الداخلية. من هذا المنبر أريد إعادة ترتيب وزارة الداخلية من أجل كسب حب الصحراويين، لأن الصحراويون لا يبحثون عن المال ولا يبحثون عن الجاه، يبحثون عن الكرامة. وأظن في هذه العبارة عبارة كافية لإيضاح الصورة. فسياسة لا تراجع هي شعار، والتحكيم الملكي هو القرار، ليس ضغطا وإن إيمانا منا بأننا نثق في ملكنا الهمام. إذن نريد تحكيما من ملكي جلالة الملك محمد السادس قاد المرحلة 15 سنة بامتياز. نريد له أن يضع النقاط على الحروف وتزداد الثقة الملكية يوما بعد آخر. هذا اللقاء لقاء يعني يرسل رسالة للدولة المغربية بأن حقوق المواطن هو خط أحمر. هناك مسؤولون في الإدارة المركزية، وزير المنتدب لدى وزير الداخلية يتحمل المسؤولية الكاملة. طالبنا بالتحكيم الملكي كإيمانا منا بأن المؤسسة الملكية لطالما كانت منصفة في حماية حق الشعب المغربي بصفة عامة، ونحن الصحراويون نسيج من هذا المجتمع. الفساد للأسف الشديد استشرى في جميع الجهات. حاول شخص يقول أنه محسوب، يقولون أنه محسوب على القنصلية المغربية هنا بنسف هذا اللقاء، لفق التهم، اتصل بالشرطة، الشرطة قالت أنها تلقت اتصال مجهول. تداركنا الحمد لله الموقف، نجح اللقاء، وهذه رسالة قوية، لأن الفساد أظن أنه هناك حتى في بعض القنصليات المغربية التي يجب أن يعاد ترتيبها ترتيب قوي مؤسساتي. وإذا كان هذا الشخص حقيقة ينتمي أو له علاقة بالقنصلية المغربية، فيوم من الأيام سيؤدي إلى مشكل دبلوماسي، لأننا نحن حكمنا لغة العقل، لا نريد أن نورط بلدنا في مشكل دبلوماسي. تعاملنا، ألغينا القاعة التي حرمنا منها، وقمنا بوضع اللقاء في قاعة أخرى. لكن لو كنا انفصاليون حقيقيون لكانت هدية ثمينة لضرب الدبلوماسية المغربية في العمق. نتمنى من بلغنا رسالة إلى جلالة الملك، نتمنى للرسالة أن تصل، وفي انتظار ردة الفعل وفي انتظار ردود فعل المؤسسة الملكية نحن ننتظر، وبعد ذلك لكل مقال مقال. تلبية النداء هذا التنسيقية، جينا أولا الواجب يقتضي، فرض علينا نجو، لأن هذا التجمع يتناول قضية قلت كاهلنا وزعجتنا ولا تدخلاتنا تمنكر قال. احنا المنطقة اللي نتماول لها واد نون للأسف ابتلاها الله بمادة من السراريك، مادة من آكلي المال العام، مادة من السفهة، فعلوا بها ما شاءوا، لا يجدع عليك بتواطؤهم للأسف مع 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 الحكومة المركزية في المغرب، وأعطتهم طمأنتهم. حتى منين جات الناس اللي تحارب من الفساد، تم تهميش الناس للأسف باش يبقى، وتكلموا على البلاد كيف حاشاك تكلب الكلاب على الجفا، كلها ينشر من 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 جهته. واول شيء تعرضوا هي كرامه الانسان المسكين. اصبح الانسان الواد نوني في بلدي، الواد نوني المغربي ككل بمختلف اصوله، لانه هو واد نوني كيف منطقه من كل مناطق المغرب تختلف فيها الاصول. ونقدر نقول لك بعد الدار البيضاء ثاني مدينه فيها كل شيء الاعراق المغربيه قريبين، بشهادة باحثين في علوم الاجتماع، على أن الأعراق كلها ممثلة في الدار البيضاء أو بعد الدار البيضاء، ما هو الرباط بعدها قريبين. إذا هذا التعايش للو زمان يجي واحدين ويخلقوا فتنة، أولا يخلقوا فتنة بين الأمازيغي والعربي، من بين الإنسان الجاي من داخل المنطقة، وهذا ما عرفنا. إذا هذا لوبي من الفساد حماية المصالح، وخلق هذا النوع من 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 ونحن ضده. إحنا مع مساواة،
مع احترام المال العام هذه الفضة اللي تعطي الدولة تصرف بليه تصرف باش تلحق المواطن البسيط العادي وتلحق المواطن الغني. الأمور ما لا تقتضي هذا. لهذا والله مشقة السفر أنا ما حسيت بها والتعب ما حسيت به لأني عرفت أني جاي ولهنا جبر ناس شاطرني هذا 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 الإحساس اللي هو إحساس وطني وكل واحد من منطقته من يشوف فيها هذا الشيء له يشعر بنفس الشعور. كانت هذه مرحلة أولى. إحنا كيف تشوف تنسيقية طالبة التحكيم الملكي أظن في المغرب هذا أقصى شيء قد يطلب الإنسان ولكن نتمنى على أنه يخلق وعلى أن ما ندفعوا إحنا باش طالبوا شيء أمتن من 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 التحكيم الملكي وإحنا عندنا ثقة لأن الملك ضامن إحنا ضامن استقرار في المغرب وضامن له لأن بالمواطن المغربي والملك بيع. هذه البيعة تقتضي الولاء للمواطن اللي بايع ولكن تقتضي من الملك حماية حقوق المواطن كمواطن. هذا هو حق البيعة حتى في زمن الرسول. هذه هي البيعة. بايع الناس الرسول لأنهم فوضوه أمرهم تكلم باسمهم ولكن يحمي مصالحهم في حضورهم وفي غيابهم. وما أظن الأمور إلا أن تكون خيرا إن شاء الله. جزاكم الله عنا خيرا. علاقاتهم مع العالم وخلاوها لنا بخيرها بترابها بماءها بصدرها. اذا احنا مسؤولين. منطقه قلميم منطقه تفشى فيها الفساد يعني شيء يعني تسيب منه الولدان وجينا جابنا الحماس على منطقتنا. ما بغيناش الفساد ما بغيناش شيء نسمعوا عنها. بغينا تغيير الفساد واجتثاث الفساد من جذوره. النشاط ديال اليوم كنجسدوا فيه الخطاب الملكي ديال عيد المسيرة هو اللي شجعنا باش نقوموا بمثل هذه اللقاءات لأن هذاك الخطاب كان كيهم المغاربة كل شيء من طنجة للقويرة. ركز في الخطاب ديالو على محاربة الريع والمفسدين. الآن بالنسبة لنا احنا كعايشين في منطقة ديال الجنوب ديال الصحراء لقينا أن الفساد وأن رموز الفساد ولاو كيهدوا الاستقرار في المغرب ويهدوا الوطن اكثر من الجزائر واكثر من البوليزار. وهذا شيء خطير جدا لان من العار باش نشوفوا ابناء جلدتنا ينهبون المال العام ويكذبوا على وما كيحترموا وكيتمتعوا باش غنسميها بالخيانه الملكيه. كيخونوا وطنهم ويخونوا ملكهم ويخونوا شعبهم. والساعة اللي تعرضنا للفيضانات ديال نوفمبر تبين للجميع أن هناك غش أن هناك نهب للمال العام. لهذا واجب وزارة الداخلية تقنن وتعرف اش كدير. ارتكبت أخطاء لا يغتفر وحنا من الحب ديالنا للوطن ديالنا واجب علينا نكونوا صريحين. ما نكذبش عليك انا دوك الثقه في المغرب ما تلات عندي غير في الشخص الملك فقط. الملكيه هي اللي ولات مؤسسه كيثق فيها الشعب المغربي. وهادشي اللي شتنا في بلادي في قلميم من النهب ومن رموز الفساد ولاو كيزرعوا كيغدوا الانفصال ولاو كيتلاقوا مع الانفصاليين ومع الجزائر بحال بحال يعني كيهدوا الوطن. سمعت هذا اللقاء اللي غادي يكون نهائيا في كولتريك ولا بيت الدعوه باش نضم صوتي للاخوان اللي في قلميم. يعني الفساد يجب ان يحارب. التربيه اللي تربينا عليها هنايا في اوروبا يعني فقط المحاسبه. سلم لشفر. هلك هل عليك. عمده ديال مدينه قلميم اللي كيقولوا بانه 50 مليار. فقط نطالب بالمحاسبة وشكرا.